باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة بنعمة ربنا هناخد الملف رقم 90 وملف رقم 90 ده اللي هو عنوانه كده يسوع يعلم تلاميذه والجموع. الملف ده واخد لوقا 12 كله وهو اكتر من فصل، يعني ممكن ما نخلصوش على مرة او مرتين لانه عبارة عن فقرات كتيرة خالص. فربنا يسمح بالخير ونحاول ندرس فيه الموضوع. الملف ده المرة اللي فاتت اللي كانت قبل اللي فاتت، عشان اللي فاتت كنا بنحتفل بالقيامة وكنا أخذنا موضوع القيامة بين الرجائين ودرسنا إشارات من العهد القديم للقيامة وإزاي كان رجائهم زمن المسيا وخلاص المسيا. وبعد كده الرجاء الثاني اللي احنا بنعيشه بقى هو ان احنا مدفوعين بالنعمة اللي أخذناها من صليب ربنا يسوع المسيح وموته وقيامته، فرجاء فيه ختام الزمان ورجاء فيه خلاص الأجساد أو فداء الأجساد، خلاص النهائي لما ينتهي الزمان ونكون أساد ربنا محملين بالبر الأبدي بقى دون خوف من جديد من خطية أو عدو أو. لكن المرة اللي قبلها في درس الكتاب كنا أخذنا على مائدة الفريسي الذي دعاه والتوبيخ الأول اللي ربنا قاله للفريسيين والكتبة والناموسيين على رياءهم والكلام ده. زي ما احنا عارفين احنا بنتحرك في الفترة اللي فيها ربنا يسوع المسيح بعد ما قضى في الجليل المدة حوالي 18 شهر نزل وراح إلى اليهودية. فاحنا دلوقتي في اليهودية بناخد الملف الجديد بتاعنا يسوع يعلم الجموع. بيقول الكتاب الفترة دي هنلاقي مكتوب فوق كده تايتل، مقسمين نفس الملف ده إلى عناوين، يعني من لوقا 12 من 1 لـ 5 بندرس خمير الفريسيين. يقول الكتاب في ذلك اليوم إذا اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به في الأذن أو كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. الجزء ده زي ما احنا شايفين، يعني بتعجبني العبارة دي اللي هي حتى كاد بعضهم يدوس بعض، يعني حاجة كده عارف، تدافع لرؤيته، تدافع لسماع تعليمه، واشتياقات حلوة ملأت قلوب الجميع نظرا لما لمسوه منه من حنان ومن عطف ومن رأفة ومن عمل معجزات ومن انعطاف بحب شديد عليهم. نسمع دي ونسمع كمان في مرقس 6 كنا خدناها انه من الزحام وقع عليه لكي يلمسه كل من به داء، يعني الناس قالت ايه بس انا المسه، وقع عليه زي واحد يطلع على اكتاف الناس يقولك بس ايه المسه.
ونسمع برضو عبارة في مرقس انه ازدحم البيت، ده في معجزة المفلوج اللي دلوه من فوق بالحبال، يقول لك ازدحم البيت بالجموع حتى انه لم يكن مكان في البيت، والكل حتى اخواته واقاربه لما جم وقفوا بره وبعتوا يقولوا له اخواتك وايه في الخارج. ده طبعا رغبة في رؤيته، رغبة في السماع تعليمه، رغبة في التلامس معاه. أنا ليه بركز على الحتة دي أو واخد فيها شوية وقت؟ عشان نقارن أنفسنا بهؤلاء. المسيح في الكنيسة يعلم ويرشد ويدبر ويعزي ويفرح، بيقدم نفس اللي كان بيعمله زمان، عشان تبقوا عارفين، عشان دي كنيسته تمثل حضوره، هي الجسد وهو الرأس لهذا الجسد. ومع هذا ما عندناش إحنا هذا الشغف الروحي اللي خلينا نجري ونيجي ونتزاحم على النعمة وعلى البركة وعلى ان احنا نكون بنسمع كان بنتزاحم على حاجات تاني، يعني بنعمل زحمة على حاجات تاني. تعال اقول مولد بس كده تلاقيها مولد، يعني واخدين بالكم. لكن على القداس، على الصلاة، على الامور الروحية العميقة التي تعطيني المسيح في الكنيسة، نجد أنفسنا مش بنتزاحم، لا بنتزق زق علشان نروح، ونروح بنقدم رجل ونأخر رجل. حاجة غريبة قوي، حاجة غريبة صحيح. هل لأن إحنا اتعودنا خلاص والناس دي كانوا متعطشين؟ طب ما إحنا لازم يكون عندنا بصفة دائمة وبنفس الحرارة هذا الاشتياق وهذا التعطش وهذا الجوع لسماع كلماته، لأنه قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم إيه؟ لأنهم يشبعون. كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين. الذي هو الرياء، يعني واضحة وصريحة إنه الرياء إشارة أو تعبر عنه الخمير. الخميرة في الكتاب المقدس بتمثل ليها معنيين حقيقي، ليها المعنى السري العام، يعني مثلا ملكوت الله في متى 13 شبهه ربنا بخميرة صغيرة خبأتها امرأة في ثلاثة أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله. ده معنى جميل للخمير، معنى جميل، يعني خدت كنيسة خد أو المسيح أخد المعنى الحلو للخميرة، أن ملكوت الله ينتشر سرا في داخل القلوب وفي داخل النفوس وفي داخل الكنيسة وفي العالم، ملكوت الله. وأشارت إلى هدوء عمل الروح القدس، لأن الروح الوديع الهادي، فأشارت إلى هدوءه وإلى عمله السري المضمون العميق. ده برضو الخميرة بالمعنى الصالح. لكن طبعا الخمير له معنى تاني، وهو بيمثل هنا بقى الايه؟ العمل الخفي ولكنه الخبيث الماكر، اللي هو عبر عنه الكتاب هنا بايه؟ بالرياء. عشان كده واحنا بنحتفل بالقيامة، يعني اشير لكم على 3 أعياد لليهود كانوا بيجوا في شهر أبيب اللي هو نيسان العربي، يعني شهر أبيب ده اللي هو الشهر الأول من السنة الدينية أو المقدسة لليهود، وهو الشهر رقم 7 في السنة المدنية. بس لما خرجوا من مصر في يوم 14 من الشهر العبري ده، ربنا قال لهم هذا الشهر يكون رأس الشهور، فابتدى تقويم جديد، ابتدى تقويم جديد بليلة العبور، ليلة الخروج، ابتدى تقويم. بقى التقويم ده عبارة عن ايه؟ الشهر اللي كان رقم 7 بقى شهر 1، وبقت السنة الجديدة اسمها السنة الايه؟ السنة المقدسة. هي كانت قديمة بيشتغلوا بيها وهم في مصر، عشان كده تلاحظوا ان في شهور مشتركة مع السنة المصرية القديمة اللي هي السنة القبطية دلوقتي. فشهر أبيب العبري ده كان فيه 3 أعياد، يوم 14 عيد الفصح، وده بيمثل الجمعة العظيم، يوم 16 عيد البكورة، وده بيمثل القيامة لما كان يجي رئيس الكهنة يشيل
باكورات الشعير على إيده ويرددها أمام الله في الجهات الأربعة عشان ربنا يبارك في الباكورة، فيبقى الحصاد كله إيه بتاعه. ويشير للقيامة اللي قال عنها بولس بالصراحة: الآن قد قام المسيح وصار باكورة الراقدين. يبقى 14 عيد الفصح، 16 عيد الباكورة، من 15 إلى 22 عيد اسمه عيد الفطير. بس من ليلة الفصح من يوم 14 وهم بيأكلوا فطير، ما بيأكلوش الفصح على إيه؟ على خبز مختمر، يأكلوا الفصح على خبز فطير خالي من الخمير، ويعيشوا بقى 7 أيام يأكلوا خبز خالي من الخمير. وده أشار إلى الحياة الطهرة المقدسة اللي المفروض يعيش الإنسان طول العمر، عشان رقم 7 بيرمز للكمال. يبقى احنا كده الجمعة العظيمة 14 نيسان خروف الفصح، القيامة يوم 16، احنا خدنا الفعلين دول في المعمودية، مدفونين معه بالمعمودية، ادي الموت. حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. شوفوا الثلاث أعياد في الآية دي، ده في روميا 3، مدفونين معه بالمعمودية، دي الجمعة العظيمة، موتنا مع المسيح. حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب اللي هو عيد الباكورة، أقيم المسيح هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، ده عيد إيه؟ الفطير. هذه 7 أيام. يبقى أنا مفروض أمشي عمري كله، حياتي كلها حياة فاضلة خالية من أي شر، ده اسمه عيد الفطير. فربنا بيقول تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. ويقول أولا، وأولا هنا مش جاية من جهة ترتيب الاحتراز، يعني مش جاية ايه حاجة بعد حاجة، مش هيلهم بعد كده ثانيا ولا ثالثا، ما فيش دي. يعني ربنا بيطلب منهم مش خطوات، لا، ده عايز يقول له فوق كل احتراز وفوق كل تحفظ خد بالك من ده. واضحة ولا مش واضحة؟ في فرق بين اولا بمعنى اهم حاجة، وبين اولا يكون جاي بعدها ايه ثانيا. اولا الرياء، بعد كده خد بالك من الزنا، ثالثا خد بالك من الغضب. لا، المسيح ما قصدش كده خالص، ده المسيح قصد من جهة الاهتمام، من جهة الحرص الشديد، خد بالك اولا من ايه؟ من الرياء، الخمير الذي هو الرياء. طبعا كلنا عارفين خطيئة الرياء، على قد ما احنا احبائي بنشجبها جدا وبتضايقنا جدا وبنلاحظها على الآخرين جدا بعيون مفتوحة، على قد ما احنا انفسنا كثيرا ما نقع فيها دون ان ندري. عاملة زي الخميرة بتشتغل في العجين ومن غير ما تاخد حد ياخد باله، الست تخبز العجين وتحط الخميرة وتروح مغطيها وتروح تنام، وتبقى عارفة حسباها 2 ساعة وتقوم، لو ما قامتش بعد 2 ساعة تلاقي العجين غرق لها الدنيا. الفلاحين يعرفوا الكلام ده كويس قوي. فبرضو كده الخطية الرياء تبقى سايبة جوه الرياء، سايب جوه خطية بأنواع. خد بالك الرياء مش خطية محددة، الرياء سلوك. يعني واحد سايب جوه خطية شهوة ويتظاهر أنه طاهر، وتلاقيه بقى عمال عينه عفيفة الواد بقى، واخد باله من نفسه بيعملش ستات ومش عارف ايه، وهو جوه النجاسة مولعة فيه عمالة تاكل فيه، اهو ده اسمه رياء. واحد تاني جواه خطية كبرياء، يتظاهر انه مبتدع، صلي لي وانا اخر الكل وانا غلبان وانا خاطي، وتسمع رقعة صدره من شارع شبر وهو جوه الكبرياء هيفرتكه. فالرياء سلوك مش خطية محددة. واحد ياخدك بالحضن
ويتظاهر انه حبيبك وانت حبيبه وما استغناش عنك، بس يديله تديله ظهرك، يبين اللي جواه بقى، يبرطن بقى جواه هو مش عارف ايه وايه وايه، ويضمر الايه البغضة. فخدوا بالكم الحتة دي، اعملوا معروف لألا يكون فينا خطية ماكرة، خطية ماكرة ونحن نغطيها بسلوك آخر، هذا اسمه الرياء. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5:17 قال لنا عبارة جميلة. لا يا رب، كورنثوس الأولى 7 مش 5. قال لنا عبارة جميلة، قال لنا كده: الآن قد ذبح المسيح، إذن فلنعيد، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، إذن فلنعيد لا بخمير الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق. إذن فلنعيد، الآن قد ذبح المسيح، لأن فصحنا، في اليونانية لأن حمل فصحنا، حمل الفصح نفسه مش بس الفصح، ده حمل الفصح هو ايه؟ المسيح. ده الجمعة العظيمة. اذا فلنعيد، هذه الحياة عيد الفطر، عيد الفطير، فلنعيد بايه؟ لا بخمير الخبز والشر بل بفطير الاخلاص والحق. لازم نعيش بفطير الاخلاص والحق. عشان كده لو تاخدوا بالكم في اسمة القيامة تلاقي أبونا بعد ما قال وظهر لمريم المجدلية وكلمها كذا اعلمي إخوتي يذهبوا إلى الجليل، المسيح قام من الأموات بالموت، داس الموت ونفخ في وجه تلاميذه إقبال الروح القدس. بعد كده أبونا يقول إيه؟ من أجل هذا طهرنا من كل رياء. في الاسم بتاعة القيامة يقول لك طهرنا من كل رياء. اشمعنى يا رب خدت الخطية دي وحطيتها في الاسم في الخمسين المقدسة؟ طب ما احنا بنقول بعد صلاة الشكر طهرنا من كل دنس ومن كل، مش كده؟ لكن ديك بقى هدي طهرنا من كل رياء. ليه؟ لان المفروض في الخمسين المقدسة بعيش عيد الفطير، فلازم اعيش بلا خمير، لازم اعيش بلا ايه؟ بلا رياء. أرجو دي تكون واضحة ليكم، يعني أرجو تكون واضحة ليكم. بعد كده ربنا بيقول لنا ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي إلا لن يعرف. يعني خد بالك اللي انت بتدريه برياءك بيبان، بيبان. مفيش حد يقدر يداري طبيعته كتير، خدين بالكم، حدش بيقدر يداري طبيعته الداخلية، أقصد طبعه الداخلي كتير، هيجي وقت هيقع هيفشل. يعني زي ما بيقولوا كذب ملوش رجلين، فدي خطية كذب مستعصي يعني، بس برضو ملوش رجلين، بيجي نفس وقت الواحد ايه الواحد بيقع خالص. فخدها من قصرها حبيبي، وانت يا بنتي خدها من قصرها وتوب، خدها من قصرها وتوب، وبص لجواك ونظف جواك واسمع كلام المسيح انه كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا ايه ولا تتركوا تلك. اهتم بجوه واهتم ببره. مفيش مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. طب ايه الفرق بين مكتوم وخفي؟ مكتوم دي الخطية اللي انت عمدا بتخبيها، عمدا بتكتمها بتغطي عليها. اما الخفي فدي الخطية اللي اتعملت وانت مش قاصد تخبيها بس محدش شافها فبتروح نسيها. يعني واخدين بالكم من القصة دي؟ يعني مكتوم حاجة انت تعمدت اخفائها وخلاص وحبيت تتنساها، لكن خفي حاجة حصلت ربما صدفة بس غلط، فأنت يعني ما بتقول مش أنا اللي قصد أعملها ومش عارف إيه، بس لو اتعرفت أنا هبقى وحش شكلي قصاد الناس فسيبها بقى. ده اسمها الإيه؟ الخفي. كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. وعايز يقول ربنا إيه؟
ان احنا بنتظاهر قصاد الاتقياء ان احنا اتقياء، وقصاد الاطهار ان احنا اطهار، ومع المستقيمين احنا مستقيمين غايه في الاستقامه، ومع الصالحين نحن صالحون، واحنا في الكنيسه عباد حقيقيون. كل دي مناظر من بره، بس بيحصل ان انا يبقى لي مجتمع تاني انا بتعامل بيه على ايه بقى؟ على سجيتي، على طبيعتي. زي شاب مثلا تلاقيه الجمعه العظيمه ما سابش ولا بصخ، واخدين بالكم؟ ونخلص العيد وكل حاجه، يرجع للشله بتاعته تاني، نقعد على القهوه ونشرب ونعمل كده. في شله، في مجموعه تعرف اللي جوايا. بس هنا ربنا بيقول ايه؟ كل اللي قلتوه في الضلمه هيتسمع في النور، وكل اللي كلمته بيه الاذن في المخادع حينادى بيه فوق السطوح. يعني ممارساتكم الداخليه الفاسده هتبان، هتبان. بلاش رياء، بلاش رياء، بلاش رياء، اعملوا معروف. عشان كده ربنا في سفر صفونيا النبي يقول: ها انا ذا افتش اورشليم بالسرج. افتشها بايه؟ بالسرج، عشان ما يكونش فيها خطايا. وابونا هو بيعمد، يمكن قلت لكم دي قبل كده كتير، هو بيعمد ابونا يحط الصليب على قلب المعمد ويقول له، أبونا يصلي: فتش خزائن قلبه يا من فتش أورشليم بسراج. دي راجعة لصفونيا: فتش خزائن قلبه يا من فتش أورشليم بسراج، وإن كان شر الشيطان مخفي اكشفه وليعلن. طلع كل اللي جواه يا رب، مفيش حاجة مستخبية. ليه؟ فتش خزائن قلبه. لحسن تكون في جيوب كده ايه مستخبيه، فيها شيطان قاعد راقد كده مش عايز يطلع. لا، خش ربنا اشتغل في قلبه. وكلنا عارفين، وبحسب التقليد اليهودي كان رب البيت في ليله عيد الفطير ده او ليله عيد الفصح كان يمسك شموع ويلف بيها البيت كله لالا تكون حته خميره مستخبيه هنا ولا هنا. طبعا ده كان تدقيق حرفي، ما كانش ده اللي مطلوب يعني، لكن كان المطلوب تفتيش البيت الداخلي، تفتيش القلب، عشان خاطر يبقى طاهر ونقي. اعملوا معروف، خطيئة الرياء دي خطيئة وحشة خالص. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. هنا واحد يقول لي: يا ابونا إيه ارتباط الآية دي باللي قبلها؟ أقول لك، أحيانا الواحد من خوفه من إعلان إيمانه يعني شوية يقبل الشر، يقبل الشر ويخاف يعلن إيمان، تبقى عنده فلسفة كده معينة. في وسط المجتمع المسيحي اللي كل تقوى يبقى تقي، في أوساط أخرى يبقى إيه؟ يبقى بيعيش طبيعته، عشان خايف، خايف لحسن يعلن إيمانه في وسط أوساط أخرى فيموتوه. ربنا قال له: لا، أنت تعلن إيمانك الحقيقي، أنت ما تخافش تعلن نقاوتك الداخلية وطهارتك الخارجية، والسبب الرجاء اللي فيك تعلنه بقوة وبخوف حقيقي لربنا، وما تخافش من الذين إيه؟ يقتلون الجسد. يعني ما تخليش حد بسبب سطوته على جسدك أو سلطانه على جسدك، ما تخليش حد يدفعك إلى أنك أنت بسبب هذا الخوف تسلك سلوكا يعني منافيا للوصية أو معارضا للوصية. ما تخافش، لأن في حد ينبغي أنك تخاف منه بجد، هو ربنا. الجزء من الوصايا هنا هنلاقي حاجات كتير منها متكررة. يعني أنا جايب لكم دلوقتي حاجات من متى هنقراها، ها؟ دي متكررة. مش معناها ان متى ذكرها بدري ولوقا ذكرها متأخرة، لا، مش معناها كده ابدا، لكن معناها ان ربنا قالها اكتر من مرة، لان متى كان بيقولها وهم في الجليل، النهاردة بيقولها وهم فين؟ في اليهودية. يبقى لازم تكون اتقالت مرتين،
والكلام ده وارد زي ما احنا متفقين، لأن المسيح له المجد كان بيقول الثلاث سنين وشوية دول علم ناس كتيرة، فممكن يكون في جموع موجودة قصاده ما سمعوش منه هذا الكلام فبيعدولهم تاني. يعني مثلا الآية دي تلاقوا في متى 10 نزلت قصادكم، في متى 10 بيقول كده: لا تخافوهم لأنه ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، لذلك أقول لكم في الظلمة قولوه في النور، الذي أقول لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعون في الأذن نادوا به على السطوح، ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحر من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. ربنا عايزنا يبقى في حياتنا صدق في الحياة، سواء بنعامل ناس أحباء لينا في الكنيسة أو أصدقاء لينا، أو بنعامل ناس من خارج الحظيرة. خليك صادق في عبادتك ليا وفي إعلان إيمانك لي. فابتدى ربنا من متى دخل بعد تاني ناخده، يقول له إيه؟ لا تخافوهم من الذين يقتلون الجسد، يعني ليه؟ ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، يعني أنت هتتعرف هتتعرف، واخدين بالكم؟ هتتعرف هتتعرف إنك مسيحي في الآخر. يعني اللي قلته لكم في الظلمة قولوه في النور، والذين تسمعون في الأذن نادوا به على إيه؟ على السطوح. في لوقا، في لوقا قال لهم إيه؟ كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به فوق السطوح. ودي واضحة هنا بتؤكد ان احنا قصاد موقفين مش موقف واحد، واخدين بالكم؟ يعني اللي انا قلته لكم في الظلمة هتقولوه في النور، يعني تقولوا بيني وبينكم كده واحنا قاعدين هتقولوه في النور، واللي انا علمتكم به في الأذن يعني فم الأذن معاكم كده برضو انتوا هت ايه؟ هتنادوا به فوق السطوح. انتوا كمان، انتوا كمان اللي بتقولوه للناس في الظلمة هينادى به، هيتسمع بعد كده، واللي كلمتوا به ناس فمن لأذن برضو هيتقال هيتعرف بعد كده. يعني احنا في الآخر مطلوب نبقى عندنا صدق شديد في تبعيتنا، في طاعتنا لربنا، وفي عدم الخوف من إعلان الإيمان. ولكن أقول لكم يا أحبائي، إحنا في لوقا 12: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. ربنا بيدفعنا للشجاعة بلا خوف. أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. وده تقريبا اللي اتقال في متى 10: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. واحد يقول لي: يا أبونا، المسيح قصد حاجة في متى وقصد حاجة تاني في لوقا، بس استخدم تقريبا نفس العبارات، إيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ موضوع بسيط، في جمل بتحمل معاني اكتر، ففي متى حملت معنى وفي لوقا ايه؟ حملت معنى اخر. حكاية جهنم دي حكاية ناخد بالنا منها. كلمة جهنم في اصلها اسمه وادي ابن هنوم، وادي ابن هنوم، وده كان كلام ده موجود في يشوع 15:8. جهنم دي في البداية، المكان وادي ابن هنوم ده في البداية كان بستانا خصيبا، وبعد كده حولوه إلى مركز أو مقام لإله وثني اسمه مولك. ومولك ده إله غريب، كان عبارة عن واحد قاعد عامل إيديه كده تمثال من نحاس، وكان مجوف وكانوا يولعوا تحته لغاية لما تحمر ايديه تماما من النار، ويحطوا عليهم عليه أبكارهم أو ولادهم ضحايا، ولاده بنات. فبقى
بقى ده في الوادي ده. عشان كده يوشيا الملك اللي هو الملك الصالح، الملك رقم 16 أو رقم كام، 20 مش فاكر، من ملوك يهوذا، سمى وادي بني هنوم ده وادي الرجسات، وابتدوا من اللحظة دي يرموا فيه كل القاذورات، كل الخارج بتاع، يعني ده حي الزبالين بتاع أورشليم، كل الخارج بتاع القاذورات كانت تترمي في هذا الوادي، وكمان كانوا يرموا فيه بقايا الذبايح اللي مش بتحرق، كانوا يروحوا رمينها في هذا الوادي. فلما اترمت فيه القاذورات اتملى بالدود، فكان دوده فعلا لا يهدأ، ولما يرموا فيه فضلات الذبايح فكان بيولع كمان، فبقى عبارة عن دود لا يموت ونار لا تطفأ. وبالتالي ربنا أخذ الوادي ده، قال لهم ده صورة مصغرة من إيه؟ من جهنم، مصير الشياطين المرعب، مصير الشياطين المرعب جهنم. فده قصة وادي بني هنون. الجزء الثاني من الملف النهاردة، أنتم أفضل من عصافير كثير، لقى 12 من 6 إلى 12. الموضوع ماشي بقى إنه ما نخافش من الذين يقتلون الجسد وليس لهم إيه يعني أن يصنعوا أكثر. فقالوا إن الجسد من ضمن التفسيرات، يعني قالوا إن الجسد عبارة عن الصدفة الصلدة اللي موجودة في المحارة، أما النفس فهي اللؤلؤة اللي جوه الصدفة. الصدفة تتشال وتتحط كده، تفضل اللؤلؤة إيه؟ اللؤلؤة في أمان، اللؤلؤة في أمان. قالوا إن الجسد هو الخشب بتاع القيصارة أو الكمانجة يعني، ولكن النفس هي الأوتار اللي بيعزف عليها العازف. فقال لك إذا المحارة راحت أو جت أو خشب القيصارة اتكسر، لكن الأوتار تفضل سليمة واللؤلؤة تفضل إيه؟ تفضل محفوظة. في حد له سلطان على الروح وعلى النفس، فما تخافش من اللي يقتل الجسد، ملوش سلطان على روحك، لكن الروح مين اللي له سلطان عليها؟ هو ربنا. يبقى دي بتخلينا الواحد ما يهربش من الألم، ما يخافش من الألم، ما يخافش إنه يقدم حتى حياته. دي قصة الشهداء، لأنهم كانوا عارفين كويس قوي إن مهما يتعمل مع الجسد هو يعمل عايز يعمله فيه، إنما الروح أو النفس، الحياة الداخلية دي بقى شيء في إيد ربنا. فكان الإنسان يحافظ على حياته، أو مطلوب من الإنسان يحافظ على حياته حتى لو الجسد إيه تعب شوية. في الآخر الجسد كده كده هيبقى تراب. سمعت عظة جميلة النهاردة للبابا شنودة بيقول فيها إن إحنا لما حنقوم بأجساد نورانية حنبقى بأجساد أفضل من جسد آدم وحواء. إزاي؟ يقول لك جسد آدم وحواء صحيح كانوا في الفردوس وكانوا بلا خطية، بس كانوا تحت الضعف، عشان كده ضعفوا وقعوا. لكن الأجساد اللي احنا هنقوم بيها هتبقى أجساد مكللة بالبر، مش عرضة للضعف تاني خالص. ففرق كبير بين دي وبين دي. فالجسد لما هيبقى تراب، لأنه طبيعته اتخذ منه التراب، لما هيقوم جسد نوراني، هيقوم جسد ملوش أي سلطان للشر أو للفساد أو للضعف عليه، يبقى جسد مكلل بالبر. فما تخافش من الذي إيه يقتل الجسد. مهم في الآخر أنت إيه تبقى فرحان في السماء، فرحان في السماء. ولما بيقول الكتاب خافوا من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم، ده بيرد على الناس اللي بيقولوا إنه الجسد مش هيتعذب ولا هيكافئ في الأبدية. مين قال؟ مين قال؟ الجسد اشترك مع الروح، سواء في عبادات وصلاح واستقامة
أو في شرور وفساد ونجاسات. يبقى بالتالي هذا الجسد يستحق التمجيد مع الروح ويستحق العقاب مع الروح لو فسدت. ربنا يحمينا. بس ربنا هيعمل ايه؟ هيغير شكل هذا الجسد ويخليه جسد لا يفنى بعد كده، بحيث يعيش للأبد ممجدا إن كان صاحبه في صلاح، أو يعيش معذبا إن كان صاحبه في فساد. ربنا يرحمنا من هذا المصير المرعب يعني. وعشان ربنا يأكد اهتمامه بينا وسلطانه الأبوي الحلو علينا، قال: أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. في متى قال لنا إيه؟ لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف به قدام الناس، بس في متى 10 الآية اللي قبل كده بتقول كده: أليس عصفوران يبوعان بفلس؟ يبقى متى يقول عصفوران يبوعان بفلس، ولوقا يقول 5 بفلسين، حط الاثنين جنب بعض يبقى في واحد بيعطى ايه؟ فوق البيع. يعني ما تاخد 2 عصافير واحنا نديك واحد ايه؟ واحد فوق البيع. وكمان ليس واحدا منها منسيا امام الله. في الغالب يبقى العصفور اللي فوق البيع ده عصفور دمران كده، صاحبه حطه في قفص لوحده، حاطينه في قفص لوحده، ومن لما يبيع 2 جزئين من عصافير كده متعافيه شويه عشان يكرم اللي بيشتري، يروح واخد لواحد من القفص اياده ويقول له خد. ومع هذا يقول ايه؟ ليس واحدا منها منسيا امام الله. فقال: انتم افضل من عصافير كثيره. يعني يا اللي انت حاسس انك انت يعني حد فوق البيعه، يعني حد مهمل، محدش بيديلك اعتبار كبير، محدش بيكرمك زي ما بيكرموا كل الناس، حاطينك دايما في اخر القائمه وفي اخر الطابور، ما بيشغلوكش، ما 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 ما، اوعى تفكر انك انت منسي امام الله. لان العصافير دي وهي هذه المخلوقات اللي ممكن نقول عليها تافهه، ليست منسية أمام الله أي واحد فيها. أنت إنسان مكرم، إداك ربنا العقل، وإداك الحرية، وإداك الإرادة، وإداك إنك تكون على صورته ومثاله، فإزاي تحس إنك أنت تافه؟ لا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ونقدر نفهمها: أنتم أفضل كثيرا من عصافير. واخدين بالكم؟ ترجمة هنا فيها حتة. أما يقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، يعني حط 1,000,000 عصفور وأنت تبقى أفضل. تتفهم كده عدديا. لكن لما يقول لك أنتم أفضل كثيرا من عصافير، فبيركز على إيه؟ رقي طبيعتك عن طبيعة العصافير. ومع هذا الله يعتني بالعصافير، أفلا يعتني بك؟ هذه الكلام. أنتم أفضل من عصافير كثيرة فلا تخافوا، يعني ما تشيلش الهم، تشيلش الهم، أنا هعتني بيك، مفيش حاجة بتحصل إلا وأنا واخد بالي منها. أنتم أفضل من عصافير كثيرة، وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة. يعني ابتدى يقول ربنا ما دام بنتكلم على العصافير وهي هذه المخلوقات التافهه، طب اخد حته منك تافهه. خد ايه؟ الشعر. بيقولوا ان الانسان اذا لم تخن الذاكره، الانسان شعر راسه عدده في المتوسط 1,480,000 شعره. ده في المتوسط 1,480,000 شعر. طبعا الجماعه اللي هنا دول اقل شويه من كده، يعني اللي بيلمعوا دول يعني شويه اقل يعني، بس برضه ربنا واخد باله باللي وقع يعني.
فتخيل بقى ان شعور رؤوسكم جميعها محصى. يا ما فيش شعرة تسقط إلا بإذن أبيكم الذي في السماوات. والبعض طبعا غالى في التأملات في هذا الأمر وقال لك محصاة معناها معدودة أو مرقمة، يعني أنا بجيب لكم كل الإيه، كل ما قيل. يعني على فكرة مش بعيد على ربنا يكون مرقم فعلا شعرنا، مش بعيد خالص. اللي أنت عمال تعمل كده وترمي وفيش واحدة بتقع بدون إذن من أبونا السماوي، فناخد بالنا إيه من هذا الأمر. أقول لكم كل من اعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. ودي برضو مكررة موجودة في متى 10:32، كل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. طالما قدم لينا الرعاية والحب واعتبرنا افضل من عصافير كثيرة او افضل كثيرا من عصافير، طالما قدم كل هذا يبقى ايه اللي مطلوب او ايه اللي ناقصني عشان خاطر اقدم انا شهادة للمسيح واعتراف للمسيح عن المسيح للناس؟ تخيلوا العصافير التافهة دي بتقدم اعتراف وبتقدم شهادة حلوة للمسيح، تخيلوا لربنا الخالق بتسبحه كل ما يطلع عليها شمس النهار، بتفرد جناحاتها كمان تنادي بأنه سيأتي يوما سيكون هناك صليب ينجي الناس. مدى شكل الطائر اللي فرد جناحات، واخدين بالكم؟ تحيا الإيمان في عمقه، تشيلش هم حاجة خالص. فتخيلوا الطبيعة الغير عاقلة أو الخليقة الغير عاقلة عمالة تعترف قدام عالم الناس والملائكة والشياطين والكون كله، عمالة تعترف بمجد الخالق الذي أبدعها دون كلام دون كلام. حتى بتسبح ربنا، بتسبح ربنا. تقول لي يا ابونا الطيور بتسبح ربنا، دي حقيقة. يعني حتى بيقول ان سليمان الحكيم كان عنده يعني موهبة في فهم هذه اللغة، يعني بيقولوا. فاذا ايه اللي يمنعني انا وانا من تمتعت بمحبة الله الشديدة وبخلاص المسيح وموته علشاني، ومن البداية خالص مجد الخلق على صورته ومثاله، وبعدين سعيه للخلاص لما أنا أفسدت طبيعتي، اللي يمنعني أن أنا أعيش صح وأن أنا أعترف لربنا؟ في ملحوظة جميلة قوي هنا، أنه لما جه ربنا في المكافأة أو الإثابة لمن اعترف قدام الناس بالمسيح، يقول يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، أو يعترف به قدام أبي الذي في السماوات بحسب متى. يبقى هنا بنى فعل الإثابة أو فعل المكافأة للمعلوم، ها، وجاب الفاعل. مين الفاعل؟ هو المسيح له المجد. ده أنا هعترف به، أنا همجده، أنا هكافئه. شوف لما جه بقى يتكلم على العقاب فقال إيه؟ من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. محبش يحط نفسه ها في مشهد اللي بيعاقب، فبناها للمجهول وقال ينكر قدام ملائكة الله. أنا واخدها من الزاوية دي، في البعض بياخدها من زاوية تاني يقول لك أصل ده هيبقى أشبه بالنكرة فقال ينكر، يعني دليل إهمال. يعني أنا باخدها دليل إن ربنا يسوع المسيح ما حطش نفسه في الصورة، في الكلام، في التقرير اللي بيتقال هنا إن هو اللي حينكره، دي حقيقة، بس ما حطش نفسه كفاعل للإنكار لغاية آخر وقت. مش عايز يكون ربنا في الصورة الإيه؟ الصورة الوحشة.
زي ما جه كده جايبين المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل دي، كانت يعني مستحق الموت، بس هو عمل إيه؟ ما وراهاش وصف الأرض. فهنا برضو ملحوظة ناخد بالنا منها، من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. مش عايز أدخل في التفصيل شديد عشان ما حاولش منهج التفسير إلى منهج تأملات روحية أو وعظ. كلنا عارفين يعني إيه أعترف قدام الناس ويعني إيه أنكر قدام الناس. القصة مش قصة لو سألوك تقول أنا مسيحي أو أن المسيح ابن الله، ولا قصة إنك أنت تقول ما أعرفش المسيح. الاعتراف يعني مسألة أوسع من كده، والإنكار برضو مسألة أوسع من كده. أبسط تعبير عن الاعتراف للمسيح قدام الناس إنك أنت تعلن كيف غيرك المسيح في حياتك، في سلوكك، في قدوتك. وإذا طلب منك إنك أنت تجيب عن سبب الرجاء الذي فيك، تجيب بمنتهى الجرأة وبلا تردد وبلا خوف. هو ده الاعتراف. قصة اللي بنسمعها عن أبونا ميخائيل إبراهيم، لما واحد بيقول له يا ميخائيل أفندي بصراحة أنت خسارة في المسيحيين، أنت فيك وفيك 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 وفيك. فبقول له طب إيه يعني الصفات الحلوة اللي فيا اللي عجبتك عشان خاطر تقول كده؟ قال له أنت أمين وصادق وصالح وبتيجي بدري وبتعامل الناس حلو. قال له كل دي صفات عجباك؟ قال له أيوه. قال له طب ما دي أنا خدتها من المسيح يا ابني، أنكره. واخد بالكم؟ فهي الاعتراف